عودة أعزائي المشاهدين لبرنامج الدار وإلى فقرتنا الرئيسية. هو كاتب وباحث ومستشار قانوني، هو كاتب يطرح وجهة نظر ويتعاطى مع الأحداث، وهو في النهاية يبحث عن الحلول، وهو باحث يطرح الأسئلة والإجابات ويحلل ويمنطق المعطيات للوصول إلى حلول أيضا، وهو قانوني يبحث دائما عن العدالة ويتعامل مع القوانين والدساتير للوصول إلى حلول أيضا. إذن هو دائما في رحلة بحث وتنقيب، نحاورها اليوم في هذه الأمور الثلاثة لعلنا نصل إلى جزء من شخصيته. نرحب بالشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الثاني، أهلا ومرحبا بك في برنامج الدر. دكتور أهلا ومرحبا بك في برنامج الدر. مرحبتين. هلا والله. مرحبا. أنت دكتور يعني ببدأ معك بسؤال غريب شوية، أنت بخيل على التلفزيون على طلاتك علينا صراحة؟ والله يعتمد على الدعوات، يعتمد على الموضوع طبعا. أنا معظم كتاباتي كلها في الشق السياسي. ويعتمد طبعا إذا حصلت دعوة والوقت بالنسبة لي مناسب والموضوع يعني ممكن يعني أثري أو هذا أحضر طبعا. طبعا إحنا ما راح نتكلم في السياسة، إحنا راح نتكلم عن نحاول معرفة شخصيتك من خلال هذه الأسئلة. دكتور ليش أنت يعني لم تلتزم بالكتابة الأسبوعية؟ أو لماذا لم تستمر بالكتابة الأسبوعية؟ والله النقطة هذه طبعا الكتابة الأسبوعية مجهود كبير، يعني يجب أول شيء طبعا أن تكون متابع على طول الأحداث، وبعدين المواضيع اللي بتكتب عنها طبعا، أنا أتكلم عن مواضيع سياسية طبعا، وأهم شيء ما يهمني طبعا اللي هو المحلي، يعني الإقليم السياسي اللي أنا أنتمي له قطر والخليج يعني، وهامش الكتابة أيضا عندنا إحنا في الخليج أو في قطر أو هذا أيضا ضيق، يعني ما زلنا إحنا مجتمع قبلي ومجتمع كلاسيك، يعني لحين ما وصلنا إلى مرحلة دولة مؤسسات ودولة كذا وتطورنا حتى أقدر أتكلم ومثلني مجتمع مدني، مثلني حزب سياسي، مثلني فكر معين، مثل هذا، فدائما محدود. فبالتالي كنت أبذل مجهود مضاعف لكي طبعا الإخوان رؤساء التحرير المتعاقبين اللي تعاملت معهم لكي أقنعه إن أنزله. والله كان رئيس تحرير لما انزل مقاله واتكلم عن هندوراس يقول بس يا اخي تشبه الشان المحلي، فقل لي يا اخي ايش اسوي لك يعني، فانا اكتب عن هندوراس كلها مجتمعات فش اسمه لا يقول لك كانك تقصد الشان المحلي، يعني كانه يقرا ما بين السطور يعني، فمعناك انك كنا نبذل مجهود مضاعف كبير جدا ان هذا. لكن طبعا انا محامي طبعا وعندي التزامات شخصيه وعندي ايضا اعمال خاصه وعندي هوايات ايضا امارسها، فبالتالي ما أقدر ألتزم، يعني الالتزام هذا مجهود كبير. وبعدين رد الفعل بالنسبة للالتزام هذا أيضا والله ما شاء الله واجدين، يعني ما شاء الله القراء واجدين المشجعون واجدين المشاركين في الموقع وهذا، بس رد الفعل يعني إلى الآن يعني دون المستوى المطلوب. أنا قبل الحلقة كنت أسولف مع الأخوان فقلت يعني احنا عندنا نوع الدول، برامج الدول نوعين، يعني في اللي هو اللي يسمى الاستابلشمنت ستيتس اللي هي دول المؤسسات عندها برامج وعندها تناسب مثل تركيا، صراحه الواحد يفتخر يتمنى العالم الاسلامي يكون يصير مثل تركيا. اوكي اللي في عندنا احنا انا بقول لك دكتور انا اللي يسمونهم لا انا مش راح اطرح اكثر حق قطر، لكن لا انا بقول لك انا مش سياسي، لكن انت بتضرب مثلا في تركيا انا بضرب لك في ماليزيا انا مع اللي يروحوا مع تركيا، بس انا شخصيا بضرب ماليزيا. فكره ماليزيا حلوه ايضا طالما في مؤسسات دوله. نعم. اوكي انا اذكر ماليزيا طبعا هو النظام ملكي بس في استابليشمنت طبعا البرايم مينستر اللي هو الكتد والرئيس الوزراء منتخب وفي تعدديه، يعني انا يعني اسوأ ما تعيشه الدوله اللي هو وجود يعني خاصه الحكومه، انا ما اكلمك على الرمز اللي هو رئيس او امير او ملك وهذا، رئيس الحكومه يجب يتغير ما بين 4 إلى 8 سنوات، رئيس حكومه يستمر اكثر من 8 سنوات انتهى، ما في برنامج. يعني انا كيف اقدر اعطيك برنامج؟ يعني انا فهد عبد الرحمن ما اقول لك زيد ولا عبيد، يعني في اي عمل كان خاصه اذا برامج على مستوى الوطن، اذا انا فعلا شاطر 4 إلى 8 سنوات بعد ما اعطيك شيء، ما في جديد. فهني الفرق ما بين الاستابلشمنت ستيتس والدول اللي هي برامج تنميه اللي تحاول تجدد نفسها من خلال البرامج. طبعا دكتور انا ما راح اخوض معك في السياسه لا بقول لك ليش. هني طبعا ما قدرت اواصل في الكتابه اوكي اسبوعيا، بالاضافه طبعا بالاضافه الى انشغالي في الاشياء الثانيه صراحه، خاصه المحاماه اخذت كثير من وقتي. انا الحين برجع لك المحاماه لان انا شخصيا دكتور ما اقدر اواصل معك في السياسه. حضرت معك في باريس، شفت 3000 حاضرين في القاعه وما فيني عليهم. عموما وهذا تخصص من تخصصاتك طبعا دكتور، هذا احنا بنعود دكتور الى بعض المصطلحات. احنا نلاحظ ان في مقالاتك تستخدم كلمه جيو بوليتكس،
يعني احنا تعودنا على جيوفيزيكس جيوكيميكس يعني جيوبوليتكس هذه يا ليت تبسطها لنا. الجيوبوليتكس اللي هي طبعا هي مدرسه طلعت يعني الجيوبوليتكس هو طبعا حتى ما يلخبطون الجماعه حتى بالانجليزي لو تلاحظ لما تشتري كتاب تروح مكتبه فويلز ولا المكاتب الكبرى تقول اي وانت ذا بوليتيكال جيوغرافي بوك اوكي كتاب الجغرافيا السياسيه وتقول اي وانت ذا بوك اوف ذا جيوبوليتكس فمعناه انك عندك علمين مختلفين وترى في ناس وايد يلخبطون بينهم وانا احترم طبعا رايهم بس هم علمين مختلفين اختلاف كلي يعني ما لماذا هذه التسمية يعني البوليتيكال جيوغرافي تركز لك وين تركز على دراسة الإقليم السياسي فقط الإقليم السياسي المكان وتفاعلاته طبعا علاقة المكان أنماط المكان علاقة المكان بالتكوثرات الدولية يعني دكتور بحاول يعني أدش معك شوية في يعني مثلا لما تحدث عن الناطقين باللغة الأردو مثلا سبع دول تطلع هل هذا يعتبر جيوبوليتكس؟ لا إذا كان في نفس الدولة كله من ضمن البوليتيكال جيوغرافي خلني أعطيك مثل قلت لك علاقة المكان أنا علاقة المكان خلني في مجموعة فاكتورز يعني عوامل خلني أختار لك العامل البشري فقط أوكي العامل البشري فقط إيش عندي أنا عندي عنصرين حضاري وعندي عندي حضاري وعندي ديموغرافي ديموغرافي اللي هو النمو السكاني وإلى آخره المواليد ووفيات إلى آخره العنصر الحضاري اللي تكلمت عنه اللي هو يعني خلنا نتكلم عن نموذج إيراني عندي أذريين عندي فرس عندي عرب عندي أكراد عندي تركمان إلى آخر من هذه فبالتالي وعندي مناطق موزعة جغرافيا بالقوميات هذه فبالتالي أنا ما أقدر أقول هذا جيوبوليتكس هاي بوليتيكال جيوغرافي فأدرسه كأن فأدرسه علاقة المكان ما بين هذه القوميات داخل الدولة الإيرانية لكن الجيوبوليتكس حتى أعطيك مدام خدت إيران كمثال الجيوبوليتكس اللي هي السياسة الجغرافية لإيران أوكي السياسة الجغرافية لإيران اللي هي الإيران ما هي تصوراتها طبعا يعني أنا بعطيك فقط إكزامبل طبعا يعني فرضا إيران تريد يكون لها دور في هرمز أوكي هذا يعتبر من السياسة الجغرافية لإيران الدور هذا هل تقوم على تحالفات مع القسم العربي في الخليج العربي أو تقوم مع تحالفات أخرى الدور هذا طيب هل هي تطالب بمطالب تاريخية لها في المنطقة أو غير فبالتالي هنا الحين لما نطلع برا غالبا الجيوبوليتكس أو السياسة الجغرافية تستخدمها طبعا ممكن تستخدمها كل دول يعني حتى احنا قطر كدولة صغيرة دول ثانية ممكن انك تكتب كتاب The Geopolitics of Qatar يعني اوكي لكن الكتاب بيتكلم لك عن حراك بسيط جدا لكن لما اجي انا اقول لك The Geopolitics of the USA هني يعطيك شيء غريب جدا يعطيك كيف تتحرك الأساطير العالمية ما هي نقاط التماس بين القوى الكبرى اللي يعني مثل عندنا ماهان جاء حط خطين عرض 30 و40 قال هذه خط الاشتباك يوم الحرب الباردة أن على شرط أن الاتحاد السوفيتي لا يعبر دكتور هذا الكلام واضح بس يبدو أنك أنت ميال للسياسة أكثر من المحاماة أنا بس متى آخر مرة دشيت متى آخر مرة دشيت قاعة المحاماة المحاماة والله دائما مشتغل أنا يوميا عندي قضايا وعندي أشغال وعندي العملاء وعندي استشارات بس مش واحتك لا واحضر المحاكم وفي عندي عنصر بالنسبة للمحاماة اللي كنا سوال دردش مع الأخوان بالنسبة للمحاماة يعني احنا للأسف الشديد في قطر يعني ارتكبنا جريمة كبرى في حق المحامي القطري لما جينا وجبنا الأجانب وحطيناهم في مركز قطر للمال يعني المحامين القطريين كلهم أعتقد عددهم ما يصلون 100 محامي وجيبنا الشركات العالمية الأجنبية وعطيناها استقلالية كاملة أنها تفتح في قطر للمال وهي الآن أصبحت تقتطع من قوة المحامي القطري يعني أنا بقول لك يعني حق يكون عندك مكتب محاماة مينيمم كوست بير مانث يعني أدنى حد إنفاق في الشهر مو بقل من 98,000 المكتب أجره 30,000 الكوميديشنز حق التيم اللي عندك مو بقل من 30-40,000 هاي 70,000 رواتب مو بقل من 30,000 أنا أقول لك 100,000 المحامي هذا يعني إذا واحد مقتدر بتقول له فلان هيز أفلوانت بيغطي نفسه من يمين ولا يسار لكن إذا محامي فعلا قطري ويقول لك أنا أريد أمتهم مهنة المحاماة أوكي وتعطيك كوست كل شهر 100,000 والريع ما في ريع أصلا فبالتالي أنت قاعد يعني تضعف مهنة المحاماة في قطر في نفس الوقت تفتح الأجانب مكاتب مستقلة في قطر للمال والأجانب هم اللي يستحوذون على نصيب الأسد يعني للمنافسة بيننا إحنا كمحامين حدد القانون أن إحنا حدد لهم لا بس هم يأخذون الشغل الحلو أنا لما يجي عقود بتركم مويات 3 مليون 4 مليون ريال داخل مكتب محاماة في قطر للمال ويجي المحامي القطري ويجيني أنت أوليزيني إكس من الناس متزعل مع زميلة أو أخوه أو رفيقة وحصل 10,000 15,000 يعني nothing يعني أنا ممكن عقد واحد أسويه حق الشركات الكبرى خلني أكمل بس تفضل
عقد واحد اسويه حق الشركات الكبرى هذه اوكي اللي تغطيني انا السنه كامله مع ربحي مع كل شيء. فتخيل انا لما اكون وبعدين الشغله الثانيه احنا مطالبنا كمحامين قطريين صراحه ان الشركات هذه الموجوده تكون تجي عن طريقنا احنا, يعني ما يجي يكون السوق مفتوح بالنسبه له, هذا يجي ينافسني انا ما يعطيني فرصه في بريطانيا, ما يعطيني فرصه في امريكا, ما يعطيني فرصه في فرنسا. يا اخي هل المحامي هذا الاجنبي اللي في قطر المال احسن من المحامي القطري؟ لا والله مو احسن. واذا كان عنده خبره افضل يفترض طبعا لحظه شوي احنا فرضا وزير خارجيه نبقي, افرض قبل فرضا 30 و40 سنه ايام ابونا الشيخ خليفه وايام عمامي وهذا اوكي ما كان عندهم شخص كواليفايد انه يكون وزير خارجيه, او قبل 50 سنه زين نروح نجيب اجنبي نحطه وزير خارجيه؟ لا نحط القطري ونعطيه فرصه احتكاك مع نعطيه فرصه. فبالتالي هذول في نقاط انا معك فيها دكتور, بس انا بقول لك يا شيء واحد, انت تحدثت عن عقد, انا متخرج ساينس, انت تحدثت عن عقد دكتور بتروكيماويات, انا كشركه بتروكيماويات عالميه دكتور انا بقول لك لما اجي قطر وغير قطر انا ما يهمني ايش جنسيه المحامي, انا يهمني سمعه المحامي, وانت عارف هذا الشيء, انت في المجال وانت عارفه, لكن من المحامي الجيد الغير جيد هذا السوق هو اللي يفرضه. اذا انت تقول لي في محامين هناك غير جيدين هذا السوق هو اللي يفرضه. لكن انا كشركه انا ما قلت لك شوف انا احط مستقبلي دكتور, انا ما راح اراعي قطريزيشن ولا راح اراعي قطر, انا راح اراعي يعني صراحة محامي. انا صراحه استاذ فهد محامي غير جيد هالكلمه لو تقعد معايا 20 ساعه على الهواء ولا غير الهواء لا صح, مستحيل اقول لك محامي غير جيد, اتس ا كونفليكس كل واحد يفتوجه يتنافس. انا اقول لك هذول يفترض أو العنصر الأول الفرصة الأول للمحامي القطري, العنصر الثاني يفترضون أن هذول تحت مظلة المحامي القطري. أنا ما اختلفت معك في النقاط. أنا جاني واحد منهم مرة تقابل معاي فعلمني عن شغله, علمني عن شي كذا, فقلت له يا أخي أنت شلون؟ قال أنا والله إكس من الناس شخصية قطرية هو اللي جابنا وقال لنا يا جماعة الخير أوكي اشتغلوا باسمي في أو مش عارف المهم كان في كأيجنت سيرفيس المهم بطريقة معينة جاهم اشتغلوا في قطر للمال وقال لهم وقالوا طيب كم مقابل هالشغلة؟ قال والله حق ثواب الوالد, ثواب الوالد تخرب بيت المحامي القطري. أنا ما دكتور أنا ما اختلف معك في هذه, لكن عشان أنت قانوني عشان نضح حد الآن لازم نحط بار دكتور امتحان.